جميل جدا. إذا انتقلنا إلى ردود الفعل في الداخل التركي، وهنا أتحدث بالخصوص حول ردود فعل المعارضة. كيف رأيت أستاذ إسلام ردود فعل المعارضة منذ بداية إعلان النتائج حتى غير الرسمية، النتائج الأولية حتى إعلان النتيجة النهائية غير رسمية حتى الآن أيضا؟ كنت أتمنى من مرشح المعارضة كما يحدث في كثير من الديمقراطيات أن يقوم بالترحيب بالنتيجة ثم تهنئة الفائز ويقر بشكل واضح وصريح بالنتيجة لا بشكل ضمني كما رأينا في الإعلان المقتضب لمرشح المعارضة. أيضا يشكر لبعض رموز المعارضة التهنئة المباشرة للرئيس رجب طيب أردوغان والإقرار بالنتيجة، ولكن من غير المفهوم من البعض أن تتأخر تهنئاتهم حتى الآن أو أن تأتي تهنئات باهتة أو ربما يعني ليست في السياق العام. أنا أتكلم عن رموز المعارضة. في الحقيقة هذا الأمر يؤشر بأن هذه المعارضة في الحقيقة وإن كانت تطرق المسار الديمقراطي، إلا أن المسار الديمقراطي عندما قال كلمته وعندما قال الصندوق والمواطن وجدنا أن يعني الروح التي ينبغي أن يتحلى بها القيادة السياسية لم تكن موجودة بشكل واضح وصريح عند كثير من رموز المعارضة.